كلمة سيسي. كاين واحد وقفة استنكارية لهاد الأشخاص هادو اللي كانوا جاو هذيك المرة وداروا واحد الوقفة غير مرخصة من طرف السلطة أولا، ثانيا فهاد الناس قالوا شي كلام اللي في المواقع الرقمية وتنطالبوا الرئيس الجامعة بفتح تحقيق لهاد الأندية، وثانيا كنطالبوا بأن السلطة المحلية ديال الدار البيضاء باش فتح تحقيق مع الجمعيات اللي كتستغل الرياض اللي كتستغل المكفوفين وكتستغل بزاف ديال الامور، لان ما عطاو حتى شي حاجه لهاد المكفوفين في التراب الدار البيضاء، وهذا مطالب مش الطرف ديالنا الوحيد. احنا كفئه رياضيه جينا اليوم نحتجوا على الوقفه اللي كانت الوقفه الباهته اللي كتبغي تريب وما كتبنيش، جينا على اساس اننا نبينوا ان الجامعه ديالنا برئاسه ياسر الحنشي هي جمعيه الحمد لله او جامعه غاديه في الطريق ديالها، والجامعه الملكيه المغربيه للمكفوفين وضعاف البصر ما غينا منها حتى شي واحد، لان الابطال ديالها وطنيون حتى النخاع، وحنا اللي كيشرفنا ويسعدنا ويتلج صدرنا ان صاحب الجلاله ارسل لنا تهنئه، وكذلك امنا الحنون لمياء الصلح كذلك ارسلت لنا تهنئه.